السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف التاسع الأساسي اللي هو ثالث إعدادي في بقية الدول، طبعا الجزء الثاني. وصلني السؤال هذا تمرير رقم 10 صفحة 52 من عدد كثير من الطلاب. كنت في السابق حليت صفحات 51 و 52 تقريبا في فيديو سابق، سيظهر لكم هنا في أعلى الشاشة بالهندسة طبعا في الدائرة. والسؤال هذا أولا في عدد كبير من المبرهنات. ايش يقول السؤال رقم 10؟ اولا لا تنسى الاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو هذا مع زملائك لتعم الفائده، واي سؤال او استفسار في التعليقات. السؤال رقم 10 يقول: الف باء جيم دال رباعي دائري. الف باء جيم دال رباعي دائري، اذا نتذكر مبرهنه الرباعي الدائري. الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري. ما هو الشكل الرباعي الدائري؟ هو الذي تمر الدائره في أركان الأربعة، طبعا قمت برسمه. هذا رباعي ألف باء جيم دال رباعي دائري، رباعي يعني داخل دائرة، رؤوسه تمر حولها محيط الدائرة. ألف باء جيم دال رباعي دائري، والرباعي الدائري هذا كل زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني 180 درجة متكاملتين، يعني مجموعهما 180 درجة. إذا هذه مبرهنة. أنا قلت لكم التمرين هذا فيه عدد كبير من المبرهنات. رسم من النقطة ألف وباء، هذه ألف وهذه باء، المماسان ألف هاء وباء هاء وباء هاء، وهذه المبرهنة الثانية. إذا رسم مماسان لدائرة من نقطة خارجها فهما متساويان متطابقان، يعني ألف هاء يساوي هاء باء. طبعا بشرح المبرهنات وبنفس الوقت عشان نثبت إيش المطلوب. إذا رسم مماسان لدائرة واحدة من نقطتين من نفس الدائرة، يعني من إلى نقطة خارجها، كان المماسان هذه ما لهم متطابقين او متساويين، يصبح اذا هذا مثلث متساوي الساقين. اذا الف باء جيم دال رباعي دائري. رقم اثنين، رسم من النقطتين الف وباء المماسان الف هاء وباء هاء وباء هاء، فتقاطعا في النقطة هاء، تقاطعا في النقطة هاء. اذا نقطة هاء هذه نقطة التقاء المماسان الف هاء وباء هاء. وبعدين قال: فإذا كان قياس الزاوية ألف هاء باء، ألف هاء باء هذه الزاوية تساوي 70 درجة، 70 درجة. وبعدين وقياس الزاوية دال ألف جيم، دال ألف جيم، إذا نوصل بين ألف وجيم خط قطعة مستقيمة، وقياس الزاوية دال ألف جيم يساوي 40 درجة، هذه الزاوية تساوي 40 درجة، بس مش ألف كله. وقياس الزاوية ألف باء دال، ألف باء دال أيضا نوصل باء دال، يساوي 39 درجة. ايش السؤال؟ فأوجد قياس زوايا المثلث ألف باء جيم، هذا المثلث، شوف هذا المثلث يريد قياس زوايا المثلث هذا ألف باء جيم. طبعا من المبرهنات قلت لكم أول مبرهنة إنه الشكل الرباعي الدائري تمر الدائرة حول أركان الأربعة. رقم اثنين، كل زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني في الشكل الرباعي الدائري هذا كل زاويتين متقابلتين مجموعهما 180 درجة. رقم ثلاثة، المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساويان. من هذه الأشياء نستطيع استخراج قياس إيش المطلوب. قال قياس الزاوية ألف في المثلث ألف باء جيم، يعني هذه الزاوية، وقياس الزاوية باء يعني هذه الزاوية كامل في المثلث ألف باء جيم، وهذه الزاوية كامل مش 39، باقي هنا زاوية مجهولة. وأيضا قياس الزاوية جيم، هذه القطعة المحيطية ألف باء جيم، قياس الزوايا هذه الثلاث. أولا، بما أن ألف هاء وباء هاء مماسان مرسومان من نقطة خارجها، ألف هاء وباء هاء مماسان للدائرة من نقطة خارجها، هو فهما متطابقان متساويان. إذن المثلث ألف هاء باء مثلث متساوي الساقين، زوايا القاعدة متساويتان، زوايا القاعدة متساويتان. إذا المثلث ألف هاء باء مثلث متساوي الساقين، وما دام هذه تساوي 70، إذا زوايا القاعدة هذه مجموعهما 110، لأن مجموع زوايا أي مثلث 180 درجة. فإذا كانت هذه 70 فمجموع هذه الزوايتين 110، إذا 110 لما تقسمه هنا على هنا وعلى هنا تصبح 55، هذه الزاوية كم؟ 55، وهي الزاوية 55. أقدرنا نوجد استفدنا من قياس الزاوية هذه، يعني المعطيات لما يعطي لنا شيء نستفيد منه في المبرهنة، نستفيد منه في إيجاد المطلوب، في برهنة المطلوب.
طيب ايش فائدة الخمسة وخمسين هذه؟ الخمسة والخمسين هذه، الخمسة والخمسين هذه في مبرهنة تقول الزاوية المحصورة بين المماس والوتر للدائرة، الزاوية المحصورة بين المماس والوتر اللي هي دي 55 تساوي الزاوية المقابلة لهذا الوتر، وتر التماس. إذا الزاوية المحصورة بين المماس والوتر تساوي قياس الزاوية المحيطية المقابلة لوتر التماس، هذا وتر التماس. إذا 55 هذه الزاوية المحصورة بين المماس والوتر تساوي قياس الزاوية المقابلة لهذا الوتر لوتر التماس، يعني تساوي 55. يعني زاوية ج تساوي كم؟ 55. زاوية محيطية تساوي 55 مقابلة لمن؟ للوتر. إذا الزاوية ج في المثلث ألف باء ج تساوي 55. أول شيء أوجدت قياس الزاوية ج. إذا قياس الزاوية ألف ج باء، ألف ج باء اللي هي الزاوية ج هذه تساوي 55 درجة. إذا قياس الزاوية ج في المثلث ألف باء ج تساوي 55، هذا أول شيء أوجدنا قياس الزاوية ج. هو يريد قياس الزاوية ألف وباء وج في المثلث ألف باء ج، يحتاج تركيز فقط. الآن أوجدنا قياس الزاوية ج. الآن أيضا المبرهنة الرابعة تقريبا من هذا الرسم بأنه أي زاويتين محيطيتين مرسومتان في نفس الدائرة بنفس القطاع الدائري متساويتين، الزاويتين أو الزوايا المحيطية المرسومة في قوس واحد، شوف هذه أعطى لنا 40، الزاوية ألف هذه 40 اللي يقال دال باء دال ألف جيم أو جيم ألف دال تساوي 40، في زاوية مناظرة مرسومة بنفس القوس هذا لها تساوي 40، أين هي هذه الزاوية 40؟ لأنها هذه الزاوية محيطية وهذه الزاوية محيطية ومرسومة بنفس القوس، إذا الزوايا المحيطية المرسومة بنفس القوس متساويتان، إذا هذه تساوي 40 معناته هذه تساوي كم؟ 40 درجة. إذا الآن أوجد قياس الزاوية باء، إذا كانت هذه 39 أعطانا إياها هو قال ألف باء دال تساوي 39 من المعطيات، إذا قياس الزاوية باء تساوي 39 زائد 40 تساوي 79. 79 قياس الزاوية دال باء جيم، دال باء جيم، دال باء جيم هذه تساوي قياس الزاوية جيم ألف دال، تساوي قياس الزاوية جيم ألف دال، جيم ألف دال اللي أعطانا إياها 40، إذا هذه تساوي 40 لأنها زوايا محيطية مرسومة لهما نفس القوس ومحيطيتان، إذا هذه تساوي 40. إذا قياس الزاوية باء، قياس الزاوية باء كامل اللي هي قياس الزاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم مطلوب قياس الزاوية باء، إذا قياس الزاوية ألف باء جيم تساوي كم؟ تساوي 39 زائد 40، 39 زائد 40، 39 زائد 40 كم تساوي؟ 79، تساوي 79. إذا قياس الزاوية جيم تساوي 55 وقياس الزاوية باء تساوي 79 في المثلث ألف باء جيم. أنا الآن أبحث عن قياس الزوايا المثلث ألف باء جيم، باقي لي الزاوية ألف هذه، باقي لي الزاوية ألف، ألف هذه فقط الصغيرة، لأن أنا أريد قياس الزوايا المثلث ألف باء جيم. أوجدت الزاوية جيم تساوي 55 بسبب بأنها مقابلة للوتر، الوتر التي الزاوية المحصورة بين المماس والوتر تساوي 55، فالزاوية المحصورة فالزاوية المقابلة للوتر تساوي نفس الزاوية المحصورة بين المماس والوتر. رقم اثنين، بما أن الزاوية ألف هذه اللي هي دال ألف جيم تساوي 40، وأيضا الزاوية دال باء جيم مرسومتان بنفس القوس وهي زوايا محيطية فهي متساوية تساوي 40 درجة، إذا قياس الزاوية باء 39 زائد 40 تساوي كم؟ 79. إذا بما أن الشكل ألف باء جيم دال، الآن إحنا وجدنا إيش؟ هذه جيم وهذا باء، باء قياسه 79 في المثلث ألف باء جيم وجيم قياسها 55، خلصنا من هذا الشيء. بما أن الشكل الرباعي، أي شكل رباعي دائري كل زاويتين فيه متكاملتين أو يعني مجموعهما 180 درجة، إذا ما دامنا الآن أوجدت هذه وأوجدت هذه باء، باقي لي شوف الزاوية المحيطية هذه 39 مرسومة بنفس القوس حق هذه الزاوية اللي ألف جيم دال بألف باء دال، هذه زوايا محيطية مرسومة بقوس واحد، إذا هذه كم تساوي؟ 39. 39 هذه الزاوية تساوي 39 لأنها تساوي الزاوية المحيطية المرسومة بنفس القوس، مبرهنة، هذه موجودة مبرهنة، إذا هذه 39.
إذن الزاوية جيم كامل، جيم كامل مع مع ألف دال، مع ألف دال جيم بالمثلث هذا 39 زائد 55. كتبت كتابة إذن قياس الزاوية ألف جيم دال، ألف جيم دال محيطية مرسومة بنفس القوس للزاوية ألف باء دال، ألف باء دال، ألف باء دال. هاي الزاوية هذه 39 و39 تساوي 39، كلاهما تساوي 39. إذن قياس الزاوية جيم كاملة المحيطية، هاي الزاوية جيم المحيطية كامل 55 زائد 39 تساوي كم؟ 94. الزاوية جيم هذه في الشكل الرباعي الدائري تساوي كم؟ 94. 39 زائد 55، 39 زائد 55 يساوي كم؟ 94. إذن أستطيع إيجاد قياس الزاوية ألف كامل. إذن قياس الزاوية ألف كاملة المحيطية، هذه ألف كاملة المحيطية للشكل الرباعي الدائري هذا 180، ما دام مجموع كل زاويتين متقابلتين في شكل الرباعي متكاملتين يعني 180 درجة، 180 نقص منه هذه 94، ناقص 94 يساوي 86. إذا قياس الزاوية ألف في الشكل الرباعي الدائري تساوي كم؟ 86. وبما أنه أعطاني الزاوية 40، الزاوية ألف هذه 40 نص 40، إذا الزاوية ألف لحاله تساوي 86 ناقص 40 يساوي 46. إذا قياس الزاوية ألف تساوي 46، قياس الزاوية ألف تساوي 46. الآن أنا أوجدت قياس الزاوية ألف تساوي 46، 46 من فين جبته؟ لأنها مقابلة، الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري متكاملتين يعني مجموعهما 180. هذه الزاويتين أوجدتها الأولى هذه عن طريق الوتر والمماس، والزاوية هذه أوجدتها عن طريق الزوايا المحيطية المشتركة معها بنفس القوس، زاوية محيطية 39، مجموعهم نقصه من 180 يطلع لك قياس الزاوية ألف كاملة. بما أن هذه تساوي 40 هو أعطانا إياها، إذا هذه تساوي 46. لما نقصت جمعت هذول طلع 94، 180 ناقص 94 بقى 86، إذا هذه كلها 86، إذا كانت هذه 40 إذا هذه 46، الزاوية ألف تساوي كم؟ 46. إذا قياس الزاوية ألف تساوي 46، وقياس الزاوية باء تساوي 79، قياس الزاوية باء تساوي 79، 39 زائد 40 79، وقياس الزاوية جيم تساوي 55. إذا قياس الزوايا المثلث ألف باء جيم، قياس الزاوية ألف تساوي 46، وقياس الزاوية باء تساوي 79، وقياس الزاوية جيم تساوي 55. لما تجمع المثلث ألف باء جيم زواياه كاملة اجمعهم 46 زائد 79 زائد 55، المجموع كان 180، لأن زوايا أي مثلث، أي مثلث في الكون الزوايا الداخلية حقه ألف باء جيم هذا المثلث تساوي كم؟ 180. 46 زائد 79 زائد 55 لما تجمعهم كامل يطلع 180. طبعا التمرين هذا مهم جدا لأنه يشمل عدة مبرهنات، التمرين هذا يشمل عدة مبرهنات. يقول ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال رباعي دائري رسم من النقطة ألف وباء ومماسان ألف هاء وهاء باء أو باء هاء. المبرهنة الأولى اللي اكتشفته من أول ما رسمته بأنه المماسان المرسومة لدائرة من نقطة خارجها متطابقان يعني متساويان، إذا هذا أصبح مثلث متساوي الساقين. ما دام أعطانا هذا 70 إذا استفيد زوايا القاعدة باقي على أنه مثلث، إذا زواياه 180، فإذا كانت هذه 70 فمعنى أن هذه 110، مجموعهما 110، 110 لما تقسمها على 2 يطلع 55 و55. الشيء الثاني، الزاوية المحصورة بين أو البرهنة الثانية، الزاوية المحصورة بين الوتر والمماس تساوي الزاوية المحيطية المقابلة لهذا والوتر، وتر التماس، اسمه وتر التماس. إذا هذه 55 جيم تساوي 55. الشيء الثالث بأنه الزوايا المرسومة، الزوايا المحيطية المرسومة بنفس القوس متساويتين، هذه إذا كانت 40 هذه تكون 40، إذا كانت هذه 39 هذه زاوية محيطية وهذا القوس مشتركة، وهذه الزاوية المحيطية 39 39، لما تجمع 39 زائد 40 تساوي كم؟ 79، الزاوية باء تساوي 79. الزاوية ألف هذه خرجتها من مجموع أي زاويتين في الشكل الرباعي الدائري مجموعهما 180 درجة، وهذا هو الحل. أتمنى لكم تقدير هذا الجهد والتعب، وضع الإعجاب على الفيديو ومشاركة الفيديو هذا مع زملائكم لتعم الفائدة. طبعا هذا للنقل الآن لأنه في بعض ينقل السؤال، وهذا الرسم، وهذا الرسم، الرسم رسمة التمرين.
أي سؤال واستفسار في التعليقات، وأتمنى ألا تتركوا هذا المجال الجهد وتشاركوا مع زملائكم لتعم الفائدة وأيضا دعما لنا ونشاط لجهودنا. والله لي يمكن 4 أيام ما أسوي فيديوهات بسبب نقص المشاهدات إلى أبعد درجة، واللي يشاهد ما يضع الإعجاب ولا يشارك، يعني ينزل فيديو أتعب فيه 3 ساعات 4 ساعات مونتاج وجهد، وبالأخير يجي لي 46 36 25 من 25 ألف. طبعا إحباط إحباط تماما. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.